بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده هنتكلم إن شاء الله هنكمل بكلامنا عن الحرب العالمية الأولى وصراع الدولة العثمانية. إحنا اتكلمنا آخر حاجة قلنا إن الشريف حسين وإنجلترا تلاقت مصلحتهم في قيام بثورة ضد الدولة العثمانية. الشريف حسين كان يتمنى أن يكون زعيم وإنجلترا اللي هي مندوبة أو تكلم باسم الدول الحلفاء أرادت أن يقف الشريف حسين والعرب ضد الدولة العثمانية حتى تستطيع أن تتغلب عليها، خاصة بعد أن انضم الدولة العثمانية إلى دول المحور اللي هي ألمانيا والنمسا. بدأت بعد ما كانت مجرد مناوشات بين إنجلترا والشريف حسين، بدأت بقى معاهدات أو بدأت رسائل بين الطرفين. هذه رسائل موثوقة بحيث كل من الطرفين يبقى عارف حقوقه وواجباته واللي ممكن يعمله. هذه الاشياء او هذه المكتبات عرفت باسم مرسلات الحسين مكمهون. مكمهون هو اسمه هنا ليه مكمهون؟ هو يعتبر المعتمد السامي البريطاني لمصر والسودان ونيابه عن دول الحلفاء. والحسين كان بيكتب هذه الرسائل باعتباره مندوب او ممثل عن الزعماء الوطنيين في الشام وفي العراق. اولا هي حوالي 10 رسائل، يبقى عدد الرسائل بين الشريف حسين وبين هنري مكمهون 10 رسائل، 5 من قبل الشريف حسين و5 رد من مكمهون على الشريف حسين. الرسائل بدات اولها في 14 يوليو 1915، دي أول رسالة 14 يوليو 1915 وآخر رسالة 10 مارس 1916. في الفترة دي من 14 يوليو 1915 رسائل عبارة عن 10 رسائل، 5 من قبل الشريف حسين مندوب او نائب او ممثل للزعماء الوطنيين، ممثل عن نفسه والزعماء الوطنيين في الشام والعراق، و5 رد من هنري مكمهون ممثل عن دول الحلفاء، هو المعتمد السامي البريطاني في مصر والسودان. أول رسالة 14 يوليو، الرسالات 10 في الفترة من 14 يوليو 1915 إلى 10 مارس 1916. يبقى رسالات أو رسائل من 14 يوليو 1915 إلى 10 مارس 1916. في الفترة دي 10 رسائل، أول رسالة اللي هي 14 يوليو سنة 15 وآخر رسالة اللي هي 10 مارس سنة 16. فحوى هذه الرسائل كلها هي كيفية قيام بثورة على الدولة العثمانية وكيفية الاستعداد للقيام بهذه الثورة على الدولة العثمانية. طيب كيف موقف الشريف حسين وموقف انجلترا من القيام بثورة على الدولة العثمانية؟ أول حاجة إن الشريف حسين بعد هذه الرسائل أراد أن يدخل أو أراد أن يقوم بثورة ضد الدولة العثمانية. قلناها قبل كده، قلنا إن هو خاف إن هو يقوم بثورة لوحده، ولذلك لجأ إلى دولة قوية. الدولة القوية دي كانت إنجلترا، على أساس إن هي تقف بجانبه ضد الدولة العثمانية أو تقف بجانبه عند قيام باستقلال الدولة العثمانية ومطالبة باستقلال الدول العربية. اما موقف انجلترا فكانت بتمنى زي ما قلنا الشريف حسين بان هو يكون ملك على العرب
وكانت درسها نفسيا وعارفه ان هذا الرجل كان دائما يتمنى ان يكون ملكا على العرب. طيب ماذا فعل بعد هذه الرسائل؟ بدأ الشريف حسين متأكد من زي ما أخذنا برضه الحصة اللي فاتت، تأكد من الحركة الوطنية في الشام والعراق بتأيده قيام بثورة ضد الحكم العثماني واستقلال الدول العربية، فبدأ يتحرك وبعد أول حاجة عمل حاجة مهمة جدا، إن هو بعد زي إنذار ورسالة إلى جمعية الاتحاد التراكي، لأن جمعية الاتحاد التراكي كانت بدأت تعمل العرب معاملة سيئة وكانت بدأت تعمل الإجراءات ضد العرب، فأرسل لها رسالة بمعناها أو إنذار معناها إن العرب وقفوا مع الدولة العثمانية وضحوا من أجل الدولة العثمانية، ولكن جمعية الاتحاد التراكي قامت بالقضاء على أحرار العرب إلى شنقهم إلى مصادر أموالهم إلى نفيهم خارج البلاد، بالإضافة للسداد اللي هو العرب شافوه من حكم الدولة العثمانية في أثناء جمعية الاتحاد والترقي اللي هي موجودة في تركيا. فهذا النداء اللي نادى به الشريف حسين أدى لارتفاع مكان الشريف حسين بين العرب والمسلمين، فهو حتى قال لهم قال لجمعية الاتحاد التركي أنا نصحتكم ونصحت والنصيحة بتاعتي ما استجبتوش منها، العرب كلكم نصحوكم ولكنكم لم تعطوا العرب حقهم ولم تعملوا بهذه النصيحة، وعشان كده لابد أن نحصل على استقلالنا، وهذا الاستقلال لن نحتاج فيه إلا أي دولة أجنبية ولا أي شيء، ولكن هيكون استقلال من النفس العرب بعضهم وبعض، لكن طبعا احنا عارفين إن هو كان مستعين بإنجلترا للحصول على هذا الاستقلال اللي هو بعد كده هنعرف إن هو هيبقى يعني وعد غير وعد مكذوب، ودي أسلوب الدول الاستعمارية دايما بتدي وعود تاخد مصلحتها ثم لا تنفذ هذه الوعود، وده اللي هيحصل فعلا مع الشريف حسين حتى وهو في وسط الحرب بيساند انجلترا ودول الحلفاء، لكن هتخدعه هتعمل اتفاقية سايكس بيكو بعد كده وهتقسم الدول العربية وهو فاكر ان هي مستنده ووقف معاه وهتديه استقلال. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ خلاص اتأكد الشريف حسين بعد هذه المراسلات اللي بتوضح كيفية الحركة والتخطيط من أجل الثورة، بدأ الشريف حسين بعد ما عمل رسالته لجمعية الاتحاد الترقي بدأ في إطلاق شرارة أول شرارة لقيام الثورة على الدولة العثمانية. خرج من بيته في حوالي 10 يونيو 1916 واطلق اول رصاصه اول شراره الثوره. خرج عادي من بيته اطلق في 10 يوليو 1916 اطلق رصاصه، ودي كانت بدايه الثوره العربيه ضد الدوله العثمانيه. ماذا فعلت القوات العربيه مع اتفاق مع انجلترا؟ اتفقوا على ان القوات العربيه تسحب القوات العثمانيه من شبه الجزيره العربيه الى بلاد الشام والعراق، ثم بعد كده تقف القوات العربية مع القوات الإنجليزية أو قوات الحلفاء وتسحب القوات التركية إلى خارج الشام إلى تركيا، يتخلصوا من كل القوات التركية الموجودة في شبه الجزيرة العربية. طب كويس، دوت الاتفاق اللي كان بينهم. فنجد إن الشريف حسين أرسل ابنه، عنده 2 ولدين، عنده الأمير عبد الله والأمير فيصل. الأمير فيصل أخذ قوات واستطاع أن يثور على نجد، أنا آسفة، جدة، ثور على جدة وعلى ملحقات جدة، ثم كمان وصل إلى الحجاز واستولى على الحجاز وملحقات الحجاز إلى المدينة. حاصر المدينة، حاصر القوات العثمانية داخل المدينة، ظلت محاصرة إلى حتى بعد انتهاء الحرب. ظلت القوات العثمانية في المدينة محاصرة حتى انتهاء الحرب. دوت بالنسبة لفيصل. يجي ابنه عبد الله استولى على الطائف، مش بس استولى على الطائف، ده هو استولى على الطائف واستولى على مواني هامه جدا زي ميناء قنفذه وهذا الميناء على البحر الاحمر، واللي ساعده في الاستيلاء عليه اللي هي الاسطول الانجليزي في البحر الاحمر، هو كان في انجلترا كانوا مستولين على منطقه عدن وعلى ينبع وعلى رابع.
دي موانئ استولوا عليها مين؟ مع الطائف استولوا عليها عبد الله. اذا هنا نجد ان القوات العثمانيه او الرسمه اللي رسمتها انجلترا على اساس ان هي تمنع القوات العثمانيه من ان هي تمد كل العثمانيين في العراق لو تفتكروا العراق والشام وقناه السويس، فعلا نجحت في ان هي هذه القوات لم تستطع ان تصل الى القوات العثمانيه، وبالتالي كانت لها هزيمه جامده جدا على العثمانيين. بعد كده الهزيمه ادت خسائر فادحه للدوله العثمانيه. يبقى هنا رسائل ما نصت عليه الرسائل قلناها اللي هي كيفيه القيام بالثوره، وبعدين القيام بالثوره واعلان شرارتها قلنا في 10 يوليو 1916 لما خرج من بيته وضرب المسدس اعلان الثوره. بعد قلنا بعد كده اتكلمنا عن محاصرة القوات العثمانية وطردها والاستيلاء على قلنا على الطائف وعلى جدة وعلى الحجاز ما عدا المدينة، فضلت محاصرة قلنا لغاية قلنا لحد بعد الحرب. بعد كده خسارة تركيا، خسرت خسارة كبيرة جدا في الأموال وفي الأرواح وفي الأسلحة، واستولت القوات العربية على الأسلحة اللي استولت عليها اللي كانت تركتها أو تركها الأسرى وفي هذه الأماكن اللي هي استولوا عليها سواء الطائف أو جدة أو غيرها. بعد كده بنجد إن هذه الخسارة الكبيرة كان السبب مهم قوي من أسباب هزيمة تركيا فيما بعد. النهارده هناخد بقى ان شاء الله الواجب. الواجب هو متى كانت اول رسائل الحسين مكمهون؟ على فكره السؤال ده بيجي، يعني تقولوش ان هو سهل، السؤال بيجي متى كانت اول رسائل حسين مكمهون ومتى كانت اخر الرسائل؟ ماذا نصت او على ماذا نصت الرسائل؟ نصت على ايه؟ على استعداد لقيام الثوره. ما نتيجه محاصره وهزيمه القوات العثمانيه في شبه الجزيره العربيه؟ دي الأسئلة إن شاء الله جاوبنا عليها، لو جاوبنا عليها هنلاقي نفسنا إن احنا استوعبنا كل الدرس بإذن الله، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.